أمام مؤامرة صهيونية عالمية تتبناها الإدارة الأمريكية. في أمل حقيقي للفلسطينيين بأن هم يبقى ليهم دولة يعيشوا فيها زي ما الإسرائيليين عايشين. اعتبر أن بناء سد النهضة أو الألفية ده بيأتي تنفيذ لمؤامرة من إسرائيل وأمريكا على وجه التحديد. السلام بقى مستقر وحالة السلام ديت تجاوزتها القلق من وجود قوات مصرية في مناطق معينة. وهو ده المسجد الأقصى اللي عايزين يهدوه. على أنه لابد من تسوية تلك القضية دون إبطاء حتى تتفرغ كل شعوب المنطقة لبناء مستقبلها معا. أردوغان بيعمل حديث مع القناة التانية للتلفزيون الإسرائيلي والمجلس النواب الإسرائيلي منع الأذان في القدس. نداء إلى الشعب الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية في أهمية إيجاد حل لهذه القضية، إيجاد دولة فلسطينية لهم بجانب الدولة الإسرائيلية تحقق الاستقرار والازدهار للفلسطينيين وتحقق مزيد من الاستقرار والازدهار للإسرائيليين. في البيت الصغير برعاية صهيونية. للرأي العام في إسرائيل أو الشعب الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية، من فضلكم شوفوا أقول إيه؟ بقول من فضلكم، فلابد أن احنا نحترم مشاعر المسلمين. وأقول وأوجه ندائي للشعب الإسرائيلي وأقول لدينا في مصر تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم منذ أكثر من 40 سنة، ويمكن أن نكرر هذه التجربة الرائعة مرة أخرى. سلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي.